ده باربيكان الجديد، مشروب شعير بطعم الاناناس. ايش معنى الاناناس؟ انتوا عارفين ان احنا كمصريين بنشرب شعير بطعم الاناناس اكتر من اي حد في الوطن العربي، بيجي 20 مره. بجد بنشربه في اي حته، في الكافيه، في العربيه، في الجيم، في الحفله. بس ايه سر المصريين مع الشعير بالاناناس؟ تفتكروا ايه؟